ويمكن تفسير هذه العبارة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله بتفسير آخر وهو قضية ما ملكت يمينه، وهو أننا نفسر ملك اليمين في كلامه بالناس، فهذا هو الذي عرفناه، وأخرى نفهم منه المال والثروة قليلة كانت أو كثيرة، والتخفيف من المال والثروة له معنيان كلاهما صحيح وحقيقي وإنساني. المعنى الأول التخفيف من الاكتساب والتجارات الواسعة التي تكون أكثر من حاجة الإنسان بكثير، فإن ذلك مرجوح أخلاقيا حتى مع دفع الحقوق الشرعية ومن عن عدم دفعها، كما ورد مجتمع جرهمان إلا من شح أو حرام، وقال تعالى ومن يوق شح نفسه، يعني ومن يوق شح نفسه بالمال يكون به سخيا وباذلا له في سبيل الله وفي سبيل الآخرين. المعنى الثاني التخفيف من الصرف والبذخ في أطايب الطعام وجميل اللباس والمنازل العالية والمراكب الفارهة، فإن ذلك إن كان مع إهمال الدين وترك الورع كان حراما حقيقة وعليه عقوبة فعلية، وإن كان مع دفع الحقوق الواجبة كان الحرص على الباقي على الزائد عن الحاجة مرجوعا حقا من الناحية الأخلاقية والإنسانية، كما سمعنا فيما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام لما مضمونه كيف أرضى أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم بشوبة العيش.